وما زلنا معكم في هذه التغطية الخاصة على شاشة التلفزيون المصري، وللمزيد من التحليل والمتابعة حول الصفقة الأكبر والأضخم في تاريخ مصر على مستوى الاستثمار الأجنبي المباشر، ينضم إلينا المهندس علاء السقطي رئيس اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة. باشمهندس، يعني هذه الصفقة الأكبر في تاريخ مصر كيف تلقي بظلالها على كافة المجالات في الداخل المصري، سواء في قطاع الصناعة، قطاع الإنشاء والتشييد، وأيضا في بنية تحتية أساسية؟ مساء الخير. أولا طبعا أكيد احنا بنبارك للدولة وللحكومة وللشعب بهذه الصفقة اللي زي ما حضرتك ذكرت انها الأكبر على الإطلاق. طبعا ده بيدي عدة مؤشرات بعيدا عن حتى ان هيجي لك النهاردة تدفقات أجنبية كاستثمار مباشر، إن ما زال الاقتصاد المصري هو اقتصاد مرغوب فيه. ما زال هناك فرص استثمارية موجودة في مصر. ما زال العالم بيرى مصر بعيونه مش بعيوننا احنا. احنا قلقانين ونقول إن في أزمة ودي حقيقة طبعًا، بس العالم شايف غير كده. خدي بالك إن اللي بيستثمر بأرقام كبيرة زي دي 100% هو عنده رؤية، ما فيش حد النهاردة بيحط فلوس بأرقام زي دي إلا لو كان بيرى إن هذه الدولة مستقرة. دي نمرة واحد، لأن يعني الاستقرار هنا معناه إن أنا آمن على الاستثمارات اللي أنا بحطها. نعم. وبالذات فترات طويلة، أنت بتحط استثمار النهاردة وهتاخده بكرة، لا، أنت حاطط استثمار النهاردة هيستمر معاك ممكن 20 30 50 سنة، فأنت شايف إن في استقرار في الدولة دي، وبناء عليه بتقرر إنك تستثمر فيها. دي نمرة واحد. نمرة اثنين، شايف انها فرصة استثمارية، ده معناها ان انت هتكسب منها. فكل هذه الامور بتضع مصر مرة اخرى على خريطة الاستثمار العالمي. فدي نعم. ما بتبقاش هي نهاية الموضوع، لا، ده بدايته. نعم. هي دي الرؤية اللي لازم نبقى احنا شايفينها ومدركينها. وبتصب كمان عند المستثمر المصري اللي هو طبعا في الفترة اللي فاتت، خلينا نتكلم بأمانة، فعلا كان حاسس بنوع من انواع القلق. نوع من انواع لا طب استثمر، لا ما استثمرش، طب احط، لا اصل انا مش عارف في ايه بكره. كل هذه الافكار راودت معظم المستثمرين، انما لما يلاقي النهارده في كيان استثماري ضخم والناس دي بيبقى ليها مستشارين على اعلى درجه من الخبره والرؤيه المستقبليه والكلام ده، اذا انا كمستثمر مصري لا ده وقت لازم ان انا اخش فيه بقى. هل توجه إذن هذه الصفقة البوصلة الاستثمارية ونظر المستثمر الأجنبي بشكل عام إلى مصر مرة أخرى بشكل مختلف أو أكثر صلابة وثقة؟ أكيد طبعا، أكيد 100%. ما هو النهاردة بقول لحضرتك لما يبقى في جهة استثمارية بهذه الضخامة بتخش بهذه الأرقام، ده 100% الخبر ده مش مصر بس اللي مهتمية بيه، العالم كله هيسمع هذه الاخبار، ارقام كثيره مش صغيره، والعالم كله هيسمع هذه الاخبار. فاللي كان قلقان بدا يفكر ثاني، واللي كان بيفكر لا ده هاخد قرار. بعدين خد بالك طبعا انا كنت اتمنى يعني ان الاستثمار ده يبقى مثلا صناعي، بس خد بالك برضه حتى مع انه استثمار في بنيه تحتيه او استثمار سياحي او استثمار سكني او كمان برضه جزء كبير منه بيصب في الصناعه. نعم. في ان النهارده معظم مكونات هذه المدينه هتبقى من السوق المحلي. فاذا برضو الاستثمار عموما كله بيصب في بعضه في الاخر. تاثيراتها، تاثيرات مثل هذه الصفقه على المشروعات الصغيره والمتوسطه وليس بالشكل الاضخم من حيث المشروعات الثقيله او حتى في بناء في مشروعات التشييد والبناء. عموما مشروعات السياحة أو التشييد والبناء، أنا خدي بالك بتتعيني مدينة، المدينة دي فيها مدارس وفيها مطار وفيها فنادق وفيها وفيها، كل هذا الكلام مئات الفلوس من المصانع الصغيرة هتشتغل فيه وهتورط له. هي النقطة بقى الأساسية دلوقتي اللي إحنا لازم فعلاً نركز عليها، إن إحنا نتواصل مع الحكومة ونقول والله احتياجات هذه المشاريع حطونا في الحسابات فيها. يعني النهارده لو هيجي استشاري بيصمم اي حاجه، لا لازم بقى المشروعات الصغيره والمتوسطه يبقى ليها دور، يبقى ليها انبوت في هذا الكلام.
ترجمة الاحتياجات لمثل هذه الصفقة وهذا المشروع وتفعيله على الأرض؟ الاحتياجات متنوعة ومتعددة، تكلمي حضرتك في كل حاجة. لا، حضرتك بتطالب الحكومة بأن تضع هذه الخريطة للمستثمر سواء الخاص بالمشروعات المتوسطة أو الصغيرة وما يحتاجه هذا المشروع، ومن ثم يتم التشجيع والتقديم للمشاركة فيه. بالضبط كده، بالضبط. إن لازم النهاردة فعليا، خدي بالك ده مشروع معمول على أرض مصرية وغالبا هيبقى معظمه سواحل مصرية. نعم. والدولة شريك فيه بنسبة 35%. يعني أرباحه هتصب في الدولة بنسبة 35%، يبقى أنا من حقي كدولة خلاص عشان أعظم حتى أرباحي إن أنا أشغل هذا القطاع الضخم في هذه المشروعات. فلازم أعلمهم باحتياجات هذه المشروعات ولازم أشاركهم فيها، حتى لو أنا اضطريت النهاردة إن أنا أساهم في تطوير إنتاج هذه المشروعات. يعني النهاردة لو هو هذا، خدي أنت بتعملي مدينة، مدينة احتياجاتها كتير جدا جدا. حتى لو احتياجات المدينة دي ليها مواصفات أعلى سنة من مواصفات اللي بينتجها القطاع الخاص والمشاريع المتوسطة، لا أنا أرفع مستوى ودي يبقى فرصة. يبقى أنا النهاردة رفعت مستوى التصنيع لدى المشروعات الصغيرة المتوسطة عشان تقابل احتياجات هذا السوق. لمجابهة احتياجات السوق مثل هذه المشروعات. طبعا طبعا 100%. هتلاقي ساعتها الناس دي حصل لهم حاجتين، نمره واحد اشتغلوا بكفاءه عاليه بكميات اكبر بكواليتي اعلى بتطوير. يبقى احنا مشينا في كل الخيوط في جهات متوازيه بحيث يبقى انت مشيتي فعلا هذا الاستثمار من هذه النوعيه ومقابل ليه مشيتي استثمار اخر ونشاط اخر لا يقل عنه اهميه وهي المشروعات الصغيره المتوسطه وطورتيها. تبقى حضرتك نعم. كل هذه الامور لما تمشي بالتوازي مع بعضيها تستفيدي. انت استفدتي النهارده، اوكي ما حدش يقدر ينكر طبعا، وصفقه جميله ان شاء الله ويبقى ليها عائد دولاري في ازمه زي اللي احنا فيها دي زي الفل. نعم. بس عشان نكمل جمله بقى الفوائد، يبقى كل القطاعات استفادت، لازم امشي بالتوازي في كل هذه الاجزاء. نعم، بشكل تكاملي ومتوازي في نفس ذات الوقت. وبالطبع الفوائد كما تحدثت تعود بشكل مباشر وغير مباشر من خلال طبعاً فرص طبعاً العمل أو حتى في تنشيط المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمشروعات الأضخم. أشكرك جزيل الشكر المهندس علاء السقطي، رئيس اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة.